Good morning. Today we'll take our third practical session. It's about toxoplasmosis and lymphatic filariasis, and it will include also a revision for all the blood parasites. تعالوا نبدأ بالتوكسوبلازموزيس. التوكسوبلازموزيس is caused by a Toxoplasma gondii parasite, which is an intracellular parasite and may be found in any nucleated cells. علشان نفتكر ايه هو التوكسوبلازما او ايه الدياجنوستيك ستيجز بالنسبه لي، تعالوا نبص بسرعه على اللايف سايكل ومش هندخل في التفاصيل قوي فيها. انا عندي الديفينيتيف هوست از ا كات، والكات بينزل معاه في الاكسكريتا بتاعته بينزل انسبوروليتد اوسيست. انسبوروليتد اوسيست مينز اماتيور اوسيست. This immature oocyst will need some time to be maturated. And to be maturated into what? إن يبقى عندي اتنين سبوروسيست، يعني الأوسيست containing two سبوروسيست، و each سبوروسيست فيها four سبوروزويدز. عشان كده بنقول داي سبوروسيستك تترا سبوروزويك. المهم إن أنا بيبقى عندي أوسيست فيها two سبوروسيست، وكل سبوروسيست فيها four سبوروزويدز. ممكن أي intermediate host، أي حيوان، إن هو ياكل الأوسيست ده، ولما ياكل الأوسيست الاوسيست ده بيطلع لي الكونتنت اللي جواها ويتحول لي لتروفوزويد، وتروفوزويد تدخل جوه نيوكليتد سيلز وتبدا ان هي تتكاثر وتعمل لي زي سودوسيست، لحد ما الاميون سيستم بتاعي يبدا يبقى ديفلوبد وهيعمل لي حاجه اسمها تيشو سيست. ده از ترو سيست، والباراسايت اللي بيبقى جوه بيبقى سلولي مالتيبلاينج باراسايت، سو ات از كولد براديسويدز. الإنسان يحصل له infection إزاي؟ How the man can take the infection through ingestion of this infective stage اللي هي the sporulated oocyst or through ingestion of the true cyst or the tissue cyst. في كل الحالات لو حصل إن هو أخذ الإنفكشن عن طريق ده أو عن طريق ده، يبدأ إن هو ممكن يكون لي جوه جسم الإنسان ذات نفسه tissue cyst. أوكي؟ طيب، يبقى أنا بالنسبة لي كده اللايف سايكل باختصار هت involve which stages؟ Two stages. الستيج اللي أنا قلت عليه اللي اسمه تروفوزويد، والتروفوزويد ده ممكن يبقى inside a pseudocyst or inside cyst. زي ما احنا قلنا التروفوزويد with a start of infection بيبقى highly and rapid multiplying، وبيبدأ ان هو يدخل جوه nucleated cells، فالmultiplying الكتيرة دي تبقى surrounded by tissue membrane او cell membrane بس، فمنقول عليها pseudocyst. لما الاميون سيستم يبدأ ان هو يبقى قوي خلاص يروح يستخبى، والmultiplication بتاعته تقل ويبقى اسمه true cyst. الفورم الثاني او الستيج الثانيه بالنسبه لي هي الاوسيست، اللي احنا قلنا ان هي بتنزل في الستول اوف ذا ديفينيتيف هوست، وماي ديفينيتيف هوست او ديفينيتيف هوست بالنسبه لي هو الكات. طيب، يبقى انا كده عندي تروفوزويد اوسيست، وزي ما انا لسه قايله لكم على حسب الريت بتاعت المالتيبليكيشن، لو التروفوزويد المالتيبليكيشن بتاعته رابيدلي مالتيبلاينج انا بسميه تاكيزويد، والكلام ده بيبقى جوه ايه؟ جوه السودوسيست، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن يدوب نيوكليتد سيل الباراسايت دخل جواها وبدأ يحصل له ديفيجن، والديفيجن ده سريع جدا وسراوندد من بره بالميمبرين بتاع السيل، فبنسميه سودوسيست. يا اما لما الاميون سيستم يبدا يبقى هو ديفلوبد، يبقى انا بيبقى عندي سلولي ديفايدنج تروفوزويد بقول عليها براديزويد، وده بيبقى موجود جوه ايه؟ جوه التيشو سيست. طب انا برضو الكلام ده يفرق معايا في ايه؟ ولا حاجه. بالنسبه للبراكتيكال بوينت اوف فيو، انا عندي التاكيزويد والبراديزويد هما الاثنين مورفولوجيكالي ايدنتيكال. علشان كده لما نيجي نقول ان انا هاخد عينه من البيشنت وهفحص العينه دي، انا متوقعه ان انا هلاقي يا اما هلاقي ايه؟ هلاقي تروفوزويد، يا اما هلاقي التيشو سيست. اوكي؟ الاوسيست مش هلاقيه ابدا في الانسان، لان الاوسيست is not present in human because it's only present in the definitive host which is the cat. اوكي؟ لكن انا بتوقع ان هو في الهيومن ادور على التوكسوبلازما جونديي تروفوزويد or التوكسوبلازما جونديي تيشو سيست. يبقى اول سلايد بالنسبه لنا هي التوكسوبلازما جونديي تروفوزويد. شكله عامل ازاي؟ crescentic in shape, one end pointed
with the other end rounded, its size from 3 to 7 micrometer, a nucleus is situated in the central of this parasite. ده الشكل تحت الميكروسكوب، شايفين؟ ما بيبانش هو صغير قوي، فيدوب يبان ان هو crescentic shape، وهنا الصبغة كانت متاخدة كويس فبينة ان في نيوكليس في النص، لكن هي ما فيهاش فلاجيلم ولا اي حاجة، لان احنا عندنا التوكسوبلازما جونديتروفوزويد it doesn't have a special organ of locomotion. يعني لو حتى انت ممكن تتلخبط بينها وبين اي ستيج تانية من الفلاجيليتد، لا هنا ما فيش، there is no free flagella. ده is a figure متاخدة under the microscope عندنا في الاسم، ان باين فيها اللي هو الشكل بتاع الكريسنتك شيب and there is no flagellum ولا اي حاجة. الشكل ده نقول عليه على طول ان هي التوكسوبلازما جونداي تروفوزويد. يبقى ده اول سلايد عندنا النهاردة. تاني سلايد عندنا اللي هي التوكسوبلازما جونداي سست امبرين سكشن. يعني لو انا اخدت بيوبسي او اخدت سامبل مثلا من البرين ونبص عليه تحت الميكروسكوب ونلاقي الشكل بتاع البرين سيست، شكله عامل ازاي؟ شايفين السايز بتاعي كله على بعض حوالي 10 micrometer. It's rounded in shape. It has a well developed cell wall. والcontent بتاعي البراديزويد which is the slowly multiplying trophozoid. وده تاني سلايد عندي اللي هي التوكسوبلازما جونداي سيست امبرين سكشن. يبقى انا دلوقتي بالنسبه لي انا عندي ايه؟ بالنسبه لي انا عندي كسلايد براكتيكال، يا اما اشوف التوكسوبلازما جونداي تروفوزويد، يا اما هشوف التوكسوبلازما جونداي برين سيست او تيشو سيست. طب تعالوا بقى نبدا نبص على الكويشن من ناحيه الدياجنوستيك ساينز او الكلينيكال ساينز بتاعتي. تعالوا نبص على الكيس ديت. The patient is a 32 years old HIV infected female. What is HIV? HIV اللي هو virus, okay, of a human immunodeficiency virus اللي هو causing AIDS. Okay, it's virus causing an immune compromised case. Okay, يبقى 32 years old HIV infected female was admitted to hospital after suffering from two attacks of convulsions. I have convulsions, so I have CNS manifestation. مادام أنا عندي convulsions، أنا عندي CNS manifestation. She reported a headache over the previous few weeks. برضو كان عندها تبع CNS manifestation. A CT scan of her head showed one small ring enhancing lesion. يعني عبارة عن lesion هنا هوت موجود small ring lesion in the brain. Okay؟ ده بالنسبة لي هيبقى إيه؟ عيان immune compromised. طب يفرق معايا ان هو immune compromised ليه؟ لان احنا قلنا ان التوكسوبلازموزيس is an opportunistic parasite، عبارة عن باراسايت انتهازي بيستنى لما الاميون سيستم يقل علشان يعمل reactivation للسيست اللي كان المفروض يبقى موجود فيبدأ يديني symptoms. فده patient انا عندي ان هو immune compromised، عندي CNS manifestation، عندي صورة للسي تي مليان فيها أو باين فيها حاجة rounded shape inside the CNS. فبالتالي أنا ده الشيب بالنسبة لي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن toxoplasma brain cyst. يبقى إيه sign name اللي أنا عندي هنا؟ هو toxoplasma brain cyst in a case of toxoplasmosis أو cerebral toxoplasmosis. طب ايه الaffected patient بالنسبة لي لأي حد؟ لو انا حتى جبت لكم الصورة ديت من غير ما اجيب لكم الكيز، ايه الaffected patient اللي انا متوقعها؟ انا متوقع ان الaffected patient يبقى في severe immunocompromised patient زي في حالة ال HIV patient. طب انا عايز اعمل examination، عايزة what is the sample examined. توكسوبلازموزيس لما احنا جينا نتكلم على الدياجنوزيس اوف توكسوبلازموزيس كنا بنقول خد بالك ان التوكسوبلازموزيس لو عيان اميون كومبيتنت البيست دياجنوزيس ويل بي اشيفد باي سيرولوجيكال اناليسيس، صح؟ مفيش داعي ان انا اعمل انفيزيف بروسيجرز، مفيش داعي ان انا ادخل واعمل حاجات انفيجن. وكنا بنقول ان الدايركت ميثود اوف دياجنوزيس اوكي كان بيبقى directed اكتر لو العيان بالنسبة لي immune compromised او جايلي بmanifestation زي CNS manifestation. فبالنسبة لي انا هنا sample examined ممكن اخد ايه؟ اي patient جايلي بCNS manifestation، any patient presented with CNS manifestation we can take CSF sample. اوكي؟ most common ان انا هاخد CSF sample.
يا اما ممكن اعمل ايه، ممكن اخد بايوبسي ماتيريال. طب لو انا اخدت السي اس اف سامبل، انا متوقعه ان انا الاقي ايه؟ اوكي، يعني ايه الدايجنوستيك ستيجز بالنسبه لي؟ لو انا اخدت سي اس اف هلاقي التوكسوبلازميا جونداي تروفوزويد موجوده. اوكي، هلاقي التوكسوبلازميا جونداي تروفوزويد ان ذا سي اس اف سامبل. طب لو انا اخدت البايوبسي ماتيريال، في حاله البايوبسي ماتيريال هلاقي التيشو سيست. اوكي، يبقى ده اول كلينيكال ساين انا عندي بتاع التوكسوبلازما برين سيست. وزي ما انا قلت لكم لازم الافكتد بيشنت بتاعي يبقى اميون كومبرومايزد بيشنت. طب تعالوا كده نشوف البيشنت ده. البيشنت ده انا ما حطيتش ليه كيز، بس ممكن يجي له كيز من غير حتى الشكل بتاع الصوره. يعني ممكن اقول ان انا عندي فيميل بيشنت، والفيميل بيشنت ديت عملت بيرث لبيبي، والبيبي عنده مانيفستيشن كذا وكذا وكذا، وانت تتوقع التشخيص بتاعه ايه. ايه الساين نيم بالنسبه لي هنا؟ شايفين الراس بتاعت البيبي اللي هي بيج هيد اللي بنقول عليها هيدروكيفالس. فاكرين اللي في الكونجينيتال توكسوبلازموزس كنا بنقول I may have a triad، والترياد ده كان منه في intracranial calcification او حتى eye affection، او كان بيبقى في عندي hydrocephalus، فده كان عندي الhydrocephalus in congenital toxoplasmosis، ده الساين نيم. طب انا لو انا عايزه اشخص او اخد سامبل من البيبي ده هاخد ايه؟ هاخد، والله هو الموست كومن ان انا اعمل بلاد فور السيرولوجيكال دايجنوزس. هو احسن حاجه ان انا اعمل بلاد سامبل من البيبي، هعمل له سيرولوجيكال دايجنوزس. اوكي، علشان ما اعملوش انفيزيف بروسيجر ولا اي حاجه. زي ما انا قلت لكم انا بيبقى عندي المين ميثود اوف دايجنوزس ان كيس اوف توكسوبلازموزس از ذا سيرولوجيكال دايجنوزس. طب ايه السيرولوجيكال فايندنج اللي انا متوقعاها؟ اوكي، هلاقي في البيبي ده ايه؟ هلاقي فيه elevated immunoglobulin M and immunoglobulin E، the signs of acute infection. لو انا لقيته طبعا هلاقي كده وكده في persistence immunoglobulin G، بس persistent immunoglobulin G means that the mother has the infection، مش معناه recent infection للبيبي، لان الاميونوجلوبولين جي بتقدر ان هي تباس البلاسينتا، لكن الاميونوجلوبولين ام اند اميونوجلوبولين اي كانت باس ذا بلاسينتا، فبالتالي ات ماست بي جنريتد باي ذا بيبي، فده عباره عن انديكيشن اوف ذا اكيوت توكسوبلازموس. احنا كده خلصنا اول مرض اللي هو التوكسوبلازموزس، وعرفنا ان انا بيبقى عندي في التوكسوبلازموزس وي هاف two diagnostic stages, the trophozoid or the tissue cyst, and we احنا اخدنا كمان اتنين clinical sign عندي، سواء بتاع congenital toxoplasmosis او سواء بتاع acquired infection في حالة cerebral toxoplasmosis او toxoplasma brain cyst. طب تعالوا نتكلم بقى على الفيلاريزس او الليمفاتيك فيلاريزس بالذات، هو ده اللي احنا بناخده في البلاد موديول. ونفتكر كده انا حطيت لكم نفس الصوره اللي جبتها لكم في اللايف سايكل بتاعه المحاضره النظريه. بنقول ان انا عندي البدايه بتاعتي بتبدا عن طريق الانجكشن اوف ذا ثيرد ستيج فيلاري فورم لارفا فروم ا فيميل كيوليكس موسكيتو، وبعد كده هتتحول للادلت في الليمف نود، والادلت اللي هو في الليمف نود الميل والفيميل يحصل فيرتيلايزيشن هيديني المايكروفيلاريا، والمايكروفيلاريا بتاعتي بتروح لي في البلد في نكتورنال بيريودستي، يعني بتروح في البلد من الساعة 10 للساعة 2 بالليل علشان الموسكيتو بتاعي يمص الدم ويكمل لي اللايف سايكل. اوكي، يبقى انا تو سمرايز اللايف سايكل، عندي الادلت بتاعي الهابيتات فين؟ ان الليمفاتيك سيستم اوف مان، سواء في الانجوينال ليمفاتكس او الابدومينال ليمفاتكس. والادلت will give me microfilaria in blood which is the diagnostic stage. It will be taken by the female culex mosquito and inside the female culex mosquito it will be transformed into the third stage filariform larva in saliva of mosquito which is the infective stage to complete the life cycle. The morphology of the female culex mosquito was discussed بالتفصيل في اول practical session، فمش نعيده تاني. وزي ما احنا قلنا المود اوف انفكشن هو الاكتيف سكين بينتريشن اوف ذا فيلاري فورم لارفا ديورينج ذا بايت اوف ذا فيميل كيوليكس موسكيتو، وقلنا يعني ايه اكتيف
penetration, بمعنى ان الميكروفيلاريا will be dropped on the skin, okay, وby its motility it will enter through the puncture wound اللي اتعمل علشان الكيوليكس بتمص دم الانسان. اوكي طيب من الكلام ده ايه الدياجنوستيك ستيج الوحيد اللي انا عندي ان انا اخد الميكروفيلاريا ان بلاد؟ طبعا في النظري بيقول لك ان ممكن اخد بايوبسي من الادلت، بس مش هو ده اللي احنا بنتطرق ليه دلوقتي في العملي خالص. انا عندي الميكروفيلاريا ان بلاد، هو ده الدياجنوستيك ستيج. الميكروفيلاريا اوف فوشيري بانكرافتي زي ما احنا قلنا its morphology is very important because there are other types of microfilaria وبيبقى ليها different morphology، فعلشان كده لازم اعرف هي شكلها عامل ازاي. هو 250 ل 300 مايكرو. قلنا ان هو ليها شيس، ليها شيس، بس الشيس بتاعتي بتبقى redundant شيس، اهو باين الشيس ان هو redundant. بيبقى عندي smooth curves، بيبقى عندي هنا هو النيوكلياي بنقول عليها discrete nucleus، بمعنى ان هم بعاد شوية عن بعض مش overlapping. اوكي واهم حاجة ان الانتيرور اند is free from nuclei and the posterior end is free from the nuclei. This is the shape of the microfilaria of Fusariaria bancrofti of blood smear. طب بالنسبة لي انا كبراكتيكال في البلاد موديول، هو الحاجة الوحيدة اللي شكلها عاملة زي الورم in between RBCs. حاجة الوحيدة the only thing that it has shape similar to a worm in between the RBCs is the microfilaria of Fusariaria bancrofti in blood smear. معلكوش تفريقات بينها وبين اي نوع تاني. تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا من ناحية البراكتيكال الحاجة اللي موجودة في البلاد فيلم اللي هي الميكروفيلاريا بتاعت الوشريري بانكرافتي. طب تعالوا نشوف الكيزس ممكن تجي لنا شكلها عامل ازاي. A 40 years old female patient living in rural area, she reported frequent mosquito bites. She is presenting with recurrent attacks of fever with painful red streak on her right leg associated with right lower limb edema. On examination, the patient was presented with this sign. ونبص على الساين ده نلاقيه نفس اللي هي حكيته، ان هي عندها red streak، يعني عندي زي شرطة كده حمرة موجودة ومؤلمة، والرجل ذات نفسها بدأت تبقى ورمة. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الأكيوت ستيج بتاعت الليمفاتيك فيلاريزس، اللي هو لسه بيبدأ يحصل لي لينفانجايتس اوكي وليمفادينايتس، ويحصل لي سويلنج للور ليمب او يحصل لي لور ليمب إديما. يعني ده عبارة عن it is the acute stage of lymphatic disease. اوكي sign name is lymphangitis. Lymphangitis means inflammation of the lymphatic vessels. Lymphangitis acute stage of the lymphatic filariasis include sign name lymphangitis. اوكي طب لو انا عايز اعمل سامبل للبيشنت ده هاخد ايه؟ هاخد بلاد فيلم. البلاد اكزامينيشن ده بعمله من 10 بي ام ل 2 اي ام، والباتر ان انا اخده ميد نايت، يعني اخده ميد نايت يعني في النص، كاني باخد الميعاد بتاعي في النص. يعني اتس باتر ان انا اعمل البلاد اكزامينيشن بتاعي بتوين 10 بي ام ل 2 اي ام، يعني بالنسبه لي الميد نايت. اوكي طب البلاد اكزامينيشن ده انا ممكن اعمل له ايه؟ ممكن اعمل له ثين وثيك بلاد فيلم هلاقي فيه الميكروفيلاريا. طب لو ما لقيتش انا ممكن اعمل اي نوع من انواع الكونسنتريشن تكنيك، سواء نوت كونسنتريشن تكنيك او ممبرين فلتريشن ميثود، علشان برضو يطلع لي الميكروفيلاريا. فبالتالي السؤال اللي بعد كده what is my diagnostic stage؟ الدياجنوستيك ستيج بتاعي هي ايه؟ هي الوشريريا بانكرافتي مايكروفيلاريا ان بلاد فيلم. مين يا جماعة الفيكتور ترانسميتنج ذا ديزيز؟ كفاية قوي ان انتوا تعرفوا ان هو الفيميل كيوليكس موسكيتو، لان هو ده الامبورتنت الموست امبورتنت فيكتور، ما ينفعش ما تبقاش عارفه. والفيميل كيوليكس موسكيتو هو ده اللي بينقل لنا احنا المرض في مصر، فلازم خلاص يبقى هو الفيكتور ترانسميتنج ذا ديزيز از ذا فيميل كيوليكس موسكيتو. اوكي طيب تعالوا نبص على اللي بعده. هنا بقى باين انا ممكن اجيب كده من غير ما نحط كيز واقول ان الرجل بتاعها، شايفين بقى الشكل بتاعها بقى عامل ازاي؟ ده very edematous، عامله زي الفيل فعلا. اوكي وبيبقى فيه زي ما يكون السكان بتاعها ذات نفسه بقى غريب، وزي ما يكون في نيو تيشو اتعمل عليه. الشكل ده خلاص الساين نيم ده بقى اسمه إليفانتيزس، او الكرونيك اللاست ستيج من الكرونيك اوبستراكتيف ستيج، وبنسميه إليفانتيزس.
اوكي يبقى وانس ما حصل كده هنقول عليه إليفانتيز. خد بالكوا بقى ايه السامبل طبعا اللي انا هختارها، نفس الحاجه هعمل بلاد اكزامينيشن بنفس الحاجه والاقي مايكروفيلاري ده تمام. طيب نفترض ان انا ما لقيتش، طب هل هو كومن ان انا الاقي المايكروفيلاريا ولا كومن ان انا ما لاقيهوش؟ هو كومن ان انا ما لاقيهوش خلاص في ذي ستيج، لان حصل خلاص ترابنج، حصل اوبستراكشن، الليمفاتيك حصل فيها اوبستراكشن، فالمايكروفيلاريا مش هتروح في البلد اصلا. اوكي فممكن الاقي مايكروفيلاريا بعدد قليل جدا او ما الاقيهاش. لو انا ما لقيتهاش there is no need بقى ان انا اروح ادور بقى على اي concentration methods تانية او ان انا اعمل اي further step تانية غير ان انا اعمل detection of parasite antigen. يعني ممكن ساعتها اعمل ICT اللي هو الاميون كروماتوجرافيك تيست، اعمل ديتكشن لباراسايت انتيجين على طول، لان انا هنا انا متوقعه ان ما يبقاش عندي مايكروفيلاريا وصلت للدم. طيب اجابه السؤال ده يبقى ايه لو جات لي السامبل اللي هعمل لها اكزامينيشن؟ عادي امشي عادي بالبلاد اكزامينيشن بتاعك العادي اللي هو الثين والسيك والكونسنتريشن ميثود، وبعد كده بستكير ان انا لو جبت لك سؤال قلت لك طب انا لو لقيت عملت بلاد اكزامينيشن اللي هو بلاد اكزامينيشن ككل وطلع نيجاتيف، ايه الفيرذر ستيب اللي انا ممكن اعمله؟ ان انا ممكن ادور على الباراسايت انتيجين عن طريق الاي سي تي. اوكي طب ايه الدياجنوستيك ستيج بالنسبه لي؟ برضو نفس الحاجه، ممكن الاقي الوشريريا بانكروفتي مايكروفيلاري ان بلاد، لكن الحقيقه الموضوع ده رير بس ممكن. اوكي ايه الفيكتور ترانسميتنج ذا ديزيز؟ هو الفيميل كيوليكس موسكيتو، يبقى ده بالنسبه لي الساين نيم هو الاليفانتيز. ده حاجه مش موجوده في كتابكم بس مهمه ان انتوا تعرفوها، ده الشكل اليورين العادي، وده اليورين اللي بقى لونه ابيض، ده اللي هو الكايلس يورين اللي هو حصل نتيجه ان حصل البريشر جوه الليمفاتكس عالي جدا، حصل رابشر لشويه ليمفاتكس فالليمف نزل في اليورين، فالليمف ده لما ينزل في اليورين بنقول على اليورين ده اللي هو كايلس يورين. اوكي او بنقول عليها كايلوريا. اوكي يبقى ده هو ده الساين نيم سواء كايلوريا او كايلس يورين. ماشي يبقى ده بالنسبه لنا الساين نيم ده مهم برضو. طيب بصوا كده يا دكاتره، احنا النهارده السيشن صغير، هو عباره عن توكسوبلازما. التوكسوبلازما we have two diagnostic stage trophozoid and tissue cyst، واخدنا فيها two cases، واحدة ليها علاقة بالcongenital toxoplasmosis وواحدة ليها علاقة بالacquired toxoplasmosis في immune compromised patient. واخدنا بعد كده الفيلاريا اللي ما عنديش diagnostic stage غير المايكرو فيلاريا، واخدنا التو stages بتاعتها اللي هو الacute stage والchronic stage. انا دلوقتي عايز اعمل لكم ريفيجن لكل البلاد ستيجز باراسايت اللي انتوا اخدتوها في البلاد موديول. اوكي طب تعالوا نبص على السكيما ديت علشان نشوف ازاي نوصل لدياجنوزس. اوكي لما يبقى عندنا سلايد، يا اما على اسوأ تقدير هيبقى صوره. تمام هنعمل ايه لو لقينا RBCs in the background؟ ده ليه حاجات نفكر فيها. لو there is no RBCs in the background في حاجات تانية نفكر فيها، ولو أنا عندي cut section في المصل في حاجة ممكن أفكر فيها. طيب لو أنا لقيت RBCs in the background، أوكي لازم أبص is a parasite present inside the RBCs within the RBCs، يبقى أنا بتكلم على the plasmodium species and I have to differentiate between the different species بتاعت plasmodium وال different stages. والplasmodium كpractical احنا اخدنا فيها ايه بس؟ البلازموديوم فايفكس والبلازموديوم فالسيبار. If we have the parasite in between the RBCs، فبالتالي انا بفكر في حاجتين، بفكر في التريبانوسومز which are flagellates وعندي منها اتنين، عندي اما الامريكان تريبانوسومز يا اما الافريكان تريبانوسومز، يا اما عندي in between the RBCs حاجة زي الورم ودي ما عنديش منها غير واحدة بس اللي هي المايكروفيلاريا of Wuchereria بانكروفتي. طب تعالوا نبدا الاول نشوف السكيما ديت ونشوف ايه الباراسايت. لو انا دلوقتي عندي باك جراوند في ار بي سيز وباراسايت انسايد الار بي سيز هيبقى ايه؟ قلنا الموضوع دوت ان هو انا اي هاف ان ذا باك جراوند ار بي سيز اند وي هاف ذا باراسايت انسايد ار بي سيز وي ار توكينج اباوت بلازموديوم. وي هاف 6 سلايدز فور بلازموديوم ريبريزنتينج اونلي تو سبيشيز Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax we have ring stage,
trophozoite stage and schizont and gametocyte. While Plasmodium falciparum, we have only in peripheral blood اللي هي a ring stage and gametocyte stage. ليه يا جماعة؟ أمال راح فين التروفوزويد وراح فين الشايزونت؟ رأي إن هما بيروحوا في حاجة اسمها cytoadherence phenomena ويروحوا يستخبوا في ال deep internal blood vessels. أوكي؟ طيب تعالوا بقى نشوف نبدأ نقارن. أدي RBCs وفي stage inside the RBCs والستيج ده عبارة عن رينج صح؟ هو كروماتين دوت وريم اوف سيتوبلازم. يبقى أنا عندي ده رينج ستيج اوف بلازموديوم. Which one of the plasmodium, which species أنا عندي إما بلازموديوم فايفكس يا إما بلازموديوم فالسيبارم. هنبص على كذا حاجة. أول حاجة الانفكتد RBCs enlarged. طب أنا مش expert قوي ومش شايفه enlarged. أوكي؟ بيبقى عندي single infection per RBCs. هنا ال RBCs بتاعي same size and I have ممكن I have more than one infection inside the RBCs. Here there is a single chromatin dot. Here there is a double chromatin dot giving me the appearance بتاعت ال headphones. Okay؟ ممكن يبقى عندي double chromatin dot. هنا في hypercytemia بحيث ان في كذا RBCs بيبقى infected. هنا ممكن نلاقي في السامبل كلها او الفيلد اللي انا حاطة عليه العينة ممكن الاقي one بس RBCs هي اللي affected. يبقى ده الفرق ما بين plasmodium vivax وفالسيبارم بالنسبة للرينج ستيج. طب تعالوا نبص على السؤال ده والستيج دي انا جبتها في الامتحان ليكو في الكويز في الامتحان الفورماتيف. انا عندي irregular shape اهو ده irregular shape وعندي هنا لسه فيه vacuole تمام والشكل ده اللي هو irregular ولسه فيه vacuole وان كروماتين دوت ده التروفوزويد ده الشكل بتاع التروفوزويد. انا ما عنديش غير التروفوزويد بتاعت البلازموديوم فايفكس فبالتالي لو انا وصلت ان ده تروفوزويد خلاص ده التروفوزويد بتاع البلازموديوم فايفكس in blood film. طيب ايه الشكل ده؟ الشكل ده عبارة ان انا عارف اعده. شايفين؟ انا عارف اعد النقط اللي موجودة دي. النقط الموجودة دي عبارة عن الميروزويدز اللي جوه الشايزونت. فما دمت انا عارف اعد النقط اللي هي الموجودة يبقى ده الشايزونت وما عنديش شايزونت غير البلازموديوم فايفكس فعلشان كده هقول على طول ان ده الشايزونت of plasmodium vivax. يبقى we have two stages. I have no comparison between them and البلازموديوم falciparum. اللي هما مين؟ التروفوزويد بتاعت البلازموديوم فايفكس والشايزونت بتاعت البلازموديوم فايفكس. اخر تو ستيجز اللي عندي او اخر ستيج عندي هو الجاميتوسايت. الجاميتوسايت ده لو لقينا الشكل اللي هو البنانا شيبت خلاص ده وانا مغمضه ده اللي هو الجاميتوسايت بتاعت البلازموديوم فالسيبارم اللي هو الشكل بتاعت البنانا شيبت. لقيت الشكل اللي هو سيركلر ان شيب هقول ان ده الجاميتوسايت بتاعت الفايفكس. في ناس ممكن تتلخبط بينها وبين السلايد اللي جبتها قبلها اللي هي الشايزونت وكنا بنقول ان الشايزونت انا عارف اعد الميروزويدز كويس جدا لكن هنا دي عباره عن بس النقط بتاعت الملاريال بيجمنت وبتاعت الستيبلينج ونقط كتيره جدا انا مش عارف اعدها يبقى دي الجاميتوسايت اوف بلازموديوم فايفكس ان بلاد فيل. طبعا يا دكاتره ده عبارة عن باراسايت انسايد الار بي سيز بس هو واخد شكل الار بي سيز ككل فهو علشان كده شكله مختلف لكن دي كلها عبارة عن الشكل بتاعة الملاريا عبارة عن باراسايت انسايد الار بي سيز. يبقى احنا كده خلصنا او راجعنا بسرعة على الملاريا الستيجز اللي انا ممكن الاقيها او اشوفها في البلاد فيلم او اللي هي عليكم. طيب نرجع تاني للسكيما بتاعتنا. كان عندي blood slide بتاعتي ال RBCs in the background. لو within RBCs خلصناها. In between ال RBCs. In between ال RBCs I have the flagellated اللي هو اللي اسمهم trypanosomes. The American and the African trypanosomes. And I have a worm-like structure which is the microfilaria of Wiescheria bancrofti. هما دولة التريبانوسوم عبارة عن فلاجيليت. I have flagellum, I have undulating membrane, عندي undulating membrane, عندي flagellum. وباينة ان هي in between RBCs ده هي مش بس in between RBCs ده هي الشكل بتاعها مختلف خالص عن RBCs. طب التانية كانت مدورة شوية كان مدية شوية شكل لل RBCs. هنا ده عبارة عن باراسايت in between RBCs وباراسايت يعتبر صغير. هي دي مش worm-like structure. worm-like structure دي كبيرة قوي على فكرة مقارنة بدي. طب افرق بينهم هما الاثنين ازاي؟ ده سي شيبد باراسايت وبيبقى ليه كاينيتوبلاست كده نقطة كبيرة أنا عارفة أشوفها والنمبر ككل اللي موجود مثلا بيبقى واحد بس اللي موجود لأن هو هنا بيبقى الباراسايت ده مش ديفايدبل يعني ما بيحصلش ديفيجن للفورم ديت فعلشان كده النمبر بتاعت الباراسايت هنا بتبقى قليلة.
هنا polymorphic trypanosome لا في واحدة فيهم مدية سي شوية، لا دي واحدة تانية مفرودة أكتر ودي مفرودة خالص وهكذا، دي اللي هي polymorphic trypanosome in blood film، وبيبقى فيه كذا واحدة موجودة في البلد فيل. أوكي، ده علشان نقدر نفرق ما بين البوليمورفيك تريبانوسوم in blood film والمونومورفيك تريبانوسومز in blood film. أوكي؟ طيب هو ده بقى الشكل بتاعة الورم-like structure in between the RBCs، ده كبيرة قوي، دي الميكروفيلاريا، ومش مهم بقى ان انت تعرف تفاصيلها بقى، بس المفروض ان هي divide of nuclei في anterior end، divide of nuclei في posterior end، بس الحمد لله احنا ما عندناش في البراكتيكال غير ميكروفيلاريا واحدة بس بتاعة الوشيريريا بانكروفتي، فبالتالي مفيش ان احنا نتلخبط بينها وبين اي حاجة تانية. تمام يا دكاترة؟ اوكي، احنا كده خلصنا البلاد سلايد اللي هي الار بي سيز موجوده في الباك جراوند. طب تعالوا نشوف لما ما يكونش في ار بي سيز في الباك جراوند، يا اما الخلفيه بتاعتي ما تبقاش برضو نظيفه قوي، او يعني بيبقى مليان كور كتيره 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 جدا، ودي بتبقى موجوده في الامستيجود فورم بتاعت الليشمانيا، وهقول لكم دلوقتي ليه، يا اما بتبقى حاجات تانية. طب تعالوا نشوف بقى حاجه حاجه من الحاجات ديت. اول حاجه الامستيجود فورم بتاعت الليشمانيا زي ما انتوا شايفين عبارة عن كور كتيرة جدا، ليه؟ عبارة عن البيربل ده is the amastigo، البيربل is the macrophages، والماكروفاجس المفروض inside الماكروفاجس يكون فيه amastigot. الحقيقة الشكل ده ما بيبانش قوي تحت الميكروسكوب، اللي بيبان تحت الميكروسكوب ان انا عندي شوية ماكروفاجس حصل لها رابشر، طلع الامستيجوت in between الماكروفاجس. Presence of amastigot in between the macrophages هو ده اللي بقول عليه الامستيجوت فورم اوف ليشمانيا سبيشيز ان سمير. اوكي، يبقى ده الامستيجوت فورم بتاعت الليشمانيا بالنسبه لي في السمير. اوكي تمام، ممكن يكون الباك جراوند عندي بقى كلير، مفيش كور كتير بقى. اوكي، اللي هي ايه بقى؟ الليشمانيا بروماستيجوتين كلتشر، دي بتبقى ايه؟ فلاجيليتد، شايفين دي الفلاجيلم، دي الفلاجيلم بيبقى ليها نيوكليس، دي نيوكليس بيبقى ليها الانتيرور كاينيتوبلاست اللي طالع منها على طول فلاجيلم without اندوليتنج ميمبرين، اهو طالع منها فلاجيلم على طول without الاندوليتنج ميمبرين. الشكل ده عباره عن الليشمانيا بروماستيجوت ان كلتشر. يبقى احنا اخدنا دلوقتي الليشمانيا امستيجوت واخدنا الليشمانيا بروماستيجوت ان كلتشر، وشوفوا بصوا قوي على الستيج دي علشان بصوا الفلاجيلم باينه قوي ازاي. عشان دلوقتي هنتكلم على التوكسوبلازما جوندياي. التوكسوبلازما قلنا نعرفها عن طريق ان هي كريسانتنج شيب وفيها نيوكليس، فناس ممكن تقول لي طب ما دي شبه البروماستيجوت. لا، انا ما عنديش هنا فلاجيلم اصلا، ما عنديش كاينيتوبلاست باين ولا فلاجيلم. وفي شكل تاني ممكن النيوكليس ذات نفسها ما تبقاش باينه، بس بتتعرف عن طريق الكريسانتك شيب بتاعتها، وان هي ذير از نو فري فلاجيلم. يبقى دي التوكسوبلازما جوندياي تروفوزايت. طيب ممكن التوكسوبلازما جوندياي يبقى ليها شكل تاني، اه بس ده حاجه كاركترستيك وما ينفعش تلخبط بينه وبين الستيجز التانيه اللي كانت موجوده، ان يكون عندي في البرين سكشن يكون عندي توكسوبلازما جوندياي سيست ان برين سكشن. اوكي، ممكن يبقى عندي توكسوبلازما جوندياي سيست ان برين سكشن بالجواه الكونتنت اللي جواها اللي هي النقط ديت اللي انا شايفاها دي عباره عن براديزويد. الشكل ده لو لقيته يبقى ده التوكسوبلازما جوندياي سيست ان برين. اخر حاجه عندنا ان انا ممكن يكون عندي كات سكشن، والكات سكشن ده موجود في المسل، فبالتالي ده هيديني الامستيجوت فورم اوف ليشمانيا كروزي ان هارت مسل. يبقى انا لو لقيت كات سكشن في المسل ما عنديش غيره في البلاد موديول اللي هو الامستيجوت فورم اوف تريبانوسوما كروزي ان هارت مسل، اللي هو الشكل ده. ده كده عباره عن مسلز، وهنا في نقط اللي هي بتشاور عليها بالسهم، دي الامستيجوت فورم اوف تريبانوسوما كروزي ان هارت مسل. تمام، وبكده نبقى خلصنا كل السكيما اللي انا عندي للبلاد موديول، وشفنا كل الباراسايت ازاي اقدر اعمل لها ايدنتيفيكيشن. تمام، خدوا بالكم بقى ان انتوا في الكتاب عندكم في دياجنوستيك في كلينيكال ساينس، كلينيكال ساينس ديت انا اديت عليها فيديوهات بكيزس عليها، وكان في اسئله موجوده في الكتاب دي مش متجاوبه، وكان المفروض ان احنا نجاوبها سوا، انا جاوبتها في كل الفيديوهات اللي انا حطيتها. تمام، انقلوا الاجابات بتاعتها، ولازم الكلينيكال ساينس ديت تكونوا عارفينها.
سواء عشان هيجيلكوا في صورة بيكتشر، سواء ان احنا دربناكوا او انا دربتكوا على ازاي ان انتوا تجاوبوا على كيز، او ازاي نوصل للدياجنوزس بتاعت كيز لاي واحدة من الكلينيكال ساينس ديت. طيب بعد ما احنا خلصنا البلاد باراسايتس، تعالوا بقى نتكلم عن الموسكيتوز. مش الموسكيتوز بس، يعني انا هتكلم الاول عن موسكيتوز وبعد كده هتكلم على الحاجات التانية اللي هي ترانزميتنج الديزيز. انا كان عندي في الموسكيتو كان عندي اهم حاجه كيوليكس وانوفلس. ممكن واحد يجيب لكم صوره لترانزميشن اوف ذا ديزيز، ولو الصوره دي جت كامله للموسكيتو كامل بالمنظر ده هنبص على الوينجز. لو هي سبوتد وينجز يبقى هي انوفلس، لو هي مش سبوتد وينج تبقى كيوليكس. طب نفترض ان احنا جبنا انتيرور بارت بس. الانتيرور بارت ده هو اللي بيقدر يفرق، لان الانتنة دي انا بستخدمها للتفرقه ما بين الفيميل والميل. ببص على الانتنة، الانتنة اللي هي الجزء السيجمنت دي يجي 15 سيجمنت. لو لقيت الهير اللي فيها قليل يبقى دي فيميل. ما دام انا وصلت ان دي فيميل، يلا نفرق هي دي فيميل كيوليكس ولا هي دي فيميل انوفلس. ببص على السيجمنت اللي بعده اللي هو الماكسيلاري بالب، لقيته طويل يبقى ده الفيميل انوفلس، لقيته قليل يبقى ده الفيميل كيوليكس. طيب ممكن يجي لنا زي ايه؟ زي المنظر ده تحت الميكروسكوب، اوكي، او صوره كاني انا واخداها تحت الميكروسكوب. وده الماوس بارت على فكره، وده البروبوسكس اللي هو بياكل منه. شايفين السيجمنتس الكتير اللي على الجناب ديت؟ ديت الانتنة اللي هبص فيها على ايه؟ على الهير بتاعها. هلاقي هنا الهير قليل يبقى ده فيميل، يبقى لايت هير. هير means that this antenna indicates that this is a female. اوكي، هنبص على the second segment which is a maxillary pulp. The maxillary pulp is short, so it is the mouth part of the female cuticle. اوكي، يبقى انا كده وصلت للايدنتيفيكيشن بتاع الفيميل. طب نفترض ان انا عندي الانتنة which is about 15 segment with hair, a lot of hair زي ما انتوا شايفين، hairy mosquito. اوكي، هقوم بص على ايه؟ هبص على اللي جنبها اللي هي الماكسيلاري بالب، لقيته طويل. هو المرة دي بقى both are long، المرة دي both are long. لقيته بالمنظر ده ان هو طويل ورفيع يبقى ده الكيوليكس، لقيته ان هو تخين يبقى ده الانوفلس. وعلى فكرة الكيوليكس والايدس هما الاتنين الماوس بارت are the same. الكيوليكس and ايدس، البوث الكيوليكس and ايدس، الماوس بارت بالنسبة لي is the same. طيب كان عندنا developmental stages اللي هو الاجز، وكان عندنا 3 اجز. لو كانت الاجز كلها لازقه في بعض اسمها كيوليكس اجرافت. الاثنين دولت الفرق بينهم ايه؟ هما الاثنين سليبري ان شيب، لكن واحده في على الجنبين فلوترز، كاني رسمت كده بقلم رصاص شويه سيلز. دي بتاعت الانوفلس، لو مش موجوده يبقى دي بتاعت الايدس. دي الثلاثة اجز اللي احنا عندنا. وبعد كده كنا قلنا ان انا عندي حاجه اسمها لارفي، واللارفي دي موجودة، بتبقى موجودة تحت المية، وعلشان تقدر تتنفس ربنا عمل لها respiratory spiracle. اللارفي are present under the water and to take the oxygen بتاعها بتبقى عندها siphon. الكيوليكس and aesis has an accessory part called siphon while the anopheles ما عندهاش siphon، لان هي respiratory spiracle عندها بتبقى موجودة on the abdomen. يبقى الانوفلس بالنسبه لي الريسبيراتوري سبايركل ار بريزنت اون ذا ابدومن. اوكي، فالانوفلس ما فيهاش سايفون، يبقى انا نو سايفون مينز انوفلس. بريزنس اوف سايفون، اف ذا سايفون از لونج وي لونجر ذان الاذر بارت اللي هو السادل اللي موجود مثلا بحوالي مرتين، يبقى ده كيوليكس. لا، ده تقريبا قرب الناحيه الثانيه او اطول سنه صغيره وبرودر. اوكي، يبقى ده الايدس. يبقى لونج اند نارو هو الكيوليكس، شورت اند برود هو الايدس. اوكي، يبقى ده بالنسبه لللارفي، بالنسبه لاكوردنج تو ذا سايفون. وبعد كده كان عندنا الشكل الوحيد ده اللي هو كاما شيبد كيفالوس وراسيك اند ابدومينال سيجمنتس، وعنده بادل هنا، وكان عنده ريسبيراتوري ترامبت علشان يتنفس بيها. دي بيوبا اوف موسكيتو، ومش علينا ان احنا نفرق البيوبا ديت كيوليكس ولا انوفلس ولا ايه نوعها بالظبط. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الموسكيتوس. المهم بالنسبه لي ان انتوا تعملوا ايدنتيفيكيشن للماوس بارت، دي اهم حاجه. تاني حاجه دلوقتي هرجع لكم بسرعه على الفيكتور ترانسميتنج ديزيز.
طب هو مهم في ايه؟ مهم ان الواحد ممكن يجيلكو question, I can bring a question. ال question دي فيها there are three figures, واقول لكم which one will transmit this disease. ف you have to know the different figures of the vector transmitting the disease. That's sandfly. Sandfly has a humped thorax, have two big brown eyes, long legs and brown legs, and wing is a lanceolate wing. Lanceolate wing معناه ان هو عامل زي الحربة. الوينج بتاعي بيبقى لانسوليت وينج اللي هو عامل زي الحرب. الشكل ده الشكل بتاع ايه؟ ساند فلاي. بعرف هي ميل او فيميل من البوستيريور بارت. لو انا كنت لقيت زي خطاطيف هنا كان هيبقى ميل, مش موجود خلاص يا جماعه ده فيميل ساند فلاي. مهم ان انا اعرف ان الفيميل ساند فلاي ترانسميت الليشمانيا. اوكي, ممكن واحد يجيب لكم كيس بتاعه ليشمانيا ونحط 3 figures about a case of leishmaniasis and one figure is the anopheles and also another figure is the sandfly, the third figure is the glossina مثلا, واقول لكم مين فيهم اللي بيترانسميت this disease. طيب ده الفيكتور اوف افريكان تريبانوسوميزس. الافريكان تريبانوسوميزس سي سي فلاي اور جلوساينا دي مش موسكيتو زي ما انتم شايفين, دي دبانه, ده نوع من انواع الماسكا, ده نوع من انواع الفلايز. اوكي, عامله زي الدبانه, بس الفرق ان الماوث بارت بتاعها شايفين ان هو بيبقى ادابتد للبيرسينج سكن, وعلشان كده الميل والفيميل الاثنين بيترانسميت الانفكشن. الشكل ده بتاع الجلوساين ده الفيكتور اوف افريكان تريبانوسوميزس. ده الفيكتور بتاعة تريبانوسوما كروزي, ده الواحد ما يتلخبطش فيها, ده نوع من انواع البجز اللي بتحسوا ان هي حشرات كومبريست. It's compressed bug, but it has two wings, okay? وفي red remarks موجودة في الأجزاء بتاعتها. دي اللي اسمها triatoma megista bug, أو اسمها kissing bug, أو اسمها cone-nosed bug, okay? دي كلها أسامي للvector of trypanosoma cruzi. Okay, دكاترة شكرا جدا. Thank you.